الأسبوع الماضي كان في كتير مواضيع أبوجيك، واحد من هالمواضيع عيد البشارة اللي هو عيد وطني بيجمع المسيحيين والمسلمين. صح. يعني عيد بيعيدوا عليه وبيفرصوا عليه المسيحيين والمسلمين، كان السبت الماضي أبو شيك، وهيدا العيد بيمثل العيش المشترك. مشان هيك كل التلفزيونات كل الوقت كانت عم تحكي عن العيش المشترك، العيش المشترك، العيش المشترك، العيش المشترك بلبنان، العيش المشترك. على كثرة تكرار هيدي الجملة العيش المشترك معقول يصير خطأ؟ شو ببرنامج بعد الظهر عنا بالال بي سي اي العيش المشترك صار على كثرة التكرار هيك. تم تصوير فيديو توعية بيهدف لإضاءة على أهمية العيش المشترك. وها هو العيش المشترك يظهر على التلفزيونات اللبنانية. أبو جيك هيدا العش المشترك اللي نكشوه كل الدول. بلبنان، بلبنان هناك عش مشترك تناوب على اغتصابه كل الدول المجاورة. إسرائيل العدو وغيرها من احتلالات والوصايات بدون ما نسمي. شفت ليش اسمه؟ أبو شيك كمان الأسبوع الماضي كان في عدة أحداث غير أعياد العيش المشترك. كان في تقديم الساعة، قدموا الساعة. مبروك، كلنا قدمنا الساعة بعتقد، ما هيك كلنا قدمنا الساعة؟ لا، سنيورة قدم ساعته، ساعة و11 دقيقة. تي في 11. هلا اللي ما قدم الساعة بيكون ميشيل سليمان. ليه؟ لأنه بعده عايش بالماضي. فبتمنى من كل المشاهدين الكرام يكونوا قدموا الساعة ساعة لقدام. أيضاً كان في الأسبوع الماضي حدث احتفلوا فيه كل الكرة الأرضية كلها احتفلت فيه، Earth Hour. أوكي. تعرفوا Earth Hour؟ هو شيء حدث بيئي، بيطفوا ساعة، ساعة بيدفعوا بيوفروا طاقة، خلال ساعة بيطفوا الكهرباء، بيطفوا كل شيء طاقة. بدنا نهني تيمور جملاط، بدنا نهني سعد الحريري، سامي جميل، جبران باسيل. ليه؟ طوني فرنجية. الإرث أور. كلهم قوية. بدك تجيب سيرتهم كلهم. الإرث أور، إيه؟ بدك تجيب سيرتهم كلهم. إيه طبعًا، الإرث أور ما كله يورث. تيمور هنهار على خير يعني. هذا هو ذاته اللي بتشوفوه على التلفزيون، بتشوفوه هون بالاستديو. هيدا جاد. لا مش هيك، لا غير برنامج. لا هون وبس. بس قد ايه كلمة هيدا معقول تمضي وقت مانو؟ ايضا حدث الاسبوع الماضي ابو جيك الا هو زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى مصر لدرس العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر، تبادل اقتصادي، تبادل سياسي، عدة امور درسها الرئيس الحريري بزيارته لمصر. التلفزيون المصري للإضاءة على هالزيارة حاب يعمل انترفيو مع وزير الداخلية إنه هذا المشروع اللي هو عضو بكتلة المستقبل على التلفزيون المصري. أوكي. الوزير إنه هذا المشروع على التلفزيون المصري حاب يحكي مصري. ليه؟ إنه لأنه على التلفزيون المصري إنه أنا بحكي مصري، فحاب يحكي مصري فطلع هيك. لقاء خاص مع وزير الداخلية اللبناني الذي يطل معنا على الهواء مباشرة. أولا أنا هسمع أني نفسي أتكلم بالمصري. عمليا إحنا تجاوزنا موضوع الفراغ الرئاسي. واضح أنه حضرتك مش عاوزة أنه نيجي مصر، فأنت بتتكلمي عن لبنان الداخل كل الوقت. لا هنيجي مصر يا معالي الوزير، هنيجي مصر. واخيرا معالي الوزير، لسه بدري على احكام نهائيه. يعني الاقتراح المصري القديم هيرجعوا له ان شاء الله. الاسبوع المقبل عندكم بيبقى يوم السبت، فاحنا لا بيبدا الاثنين. البيت ده طاهر وهيبقى طول عمره طاهر يا ام الميت طاهر. ده مشنوق المليجي دخول لبنان مش زي خروج. الله 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 الله، انت ورايا ورايا في كل حته.
هو بيلبق له صعيدي اكثر هيك. ولا يا صعيدي يا ولا يا صعيدي حبك والله ما كان يجي. ولا يا صعيدي يا ولا يا صعيدي حبك والله ما كان يجي. بس لحظة بس لحظة، الوزير انه هذا المشروع انغمس بالتقاليد المصرية لدرجة مش بس حكي مصري. شو عامل؟ قبل ما يبلشوا المقابلة هو ببيته ببيروت وهي بمصر كل واحد أكل طعمية وكشري. جاب هو طعمية وكشري وأكل وهي جابت طعمية وكشري وأكلت. الطعمية وكشري كيف أثرت عليها بالأول؟ كيف صارت تعمل أصوات؟ لحظة، هيدا البارت المنيح من الموضوع. البارت طبعه هو البارت المرتب اللذيذ. 21 مايو شهر رمضان ستكون هناك انتخابات اللي موجود فيها المخيم ولو في غير موعدها الإدارة الأمريكية الجديدة اللبنانية المصرية بدون مذكرة التفاهم تعلق بإجراء الانتخابات. وأنا لا أعتقد أنه يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بيوم السبت، فإحنا لا يبدأ الاثنين أو من أي مخيم فلسطيني آخر التي كانت سائدة أيام الفراغ الرئاسي. خارجية لهذه الدول، وهل يمكن الاستفادة منها موعد لإجراء الانتخابات بمسألة موعد الانتخابات المقبل؟ موتور كهرباء عم بيقلي. اهلا وسهلا بالشباب. يلا بلشوا. قدي حلوه هالحلقه. حلو اللي عم بتقدم البرنامج. مهضومه مقابله نهاد المشنوع. هل شو عم بتقلي؟ لا بعيد حوزيت الكشري والطعمية أثر على لما تأدي بالإنترفيو بالحيزوقة. كيف أثرت الطعمية والكشري على الوزير إنه هذا المشنوء يا محلل؟ ما معقول ليك شو ناطركن؟ واحد اثنين ثلاثة روح. تأثيره على المنطقة وكانت هناك زيارة. تفضلي. عن جد عن جد وير از زين الاتيت وين يو نيد هيم انه هذا المخنوق. انه هذا المخنوق. هذا المخنوق برافو عليك. معقول ما نشوفه مره ثانيه؟ ضروري. كيف اثرت الطعميه والكشري على الوزير انه هذا المشنوق بمقابلته بمصر؟ شوف تاثيره على المنطقه وكانت هناك زياره. تفضلي تفضلي. اوف اوف